طيب، السلام عليكم مرة ثانية. أخذتنا المناقشة ونسينا نشيك على الوقت. طيب، كنا عم نقول الانتجريشن تاع الدلتا في الدي بي، إنه حكينا إنه يساوي بي 2 ناقص بي 1، وقلنا assuming إنه الدنسيتي والأكسلريشن أوف جرافيتي إنهم كونستانت، بصفي هذا ناقص رو في الجي في زي 2 ناقص زي 1. هلا إذا أنا بجيب البريشر هذا على الجهة الثانية وبصفي زائد في 1، إذا افترضنا 1 هي بوينت 1 اللي هو الشارع، الشارع حيث ما كنت، يعني قد يكون سطح البحر، قد يكون مثلا مدخل الجامعة عندنا في التكنو، عندي بريشر هناك. فلو قلنا انه خلي بي 1 تكون مثلا خليج العقبه سطح البحر، فالبريشر ات بوينت 2، خلينا نحط لنا بوينت 2، بوينت 2 مثلا عجلون، جبال عجلون، نقطه في جبل عجلون. طيب النقطه في جبل عجلون الزي 2 مثلا قديش قلتوا لنا ارتفاع جبال عجلون؟ 1200 متر. خلينا نقول 1200 ناقص صفر بيطلع 1200 متر. طيب هاي الدلتا زي والإشارة موجب، وعندنا هون ناقص الرو للهواء في الأكسلريشن أوف جرافيتي، خلينا نكتبها جي. بدك تحط اليونتس طبعا بحيث أنه كل شيء يتناسب. اوكي هلا احنا بنعرف طبعا بدك تضيف البريشر في منطقه العقبه وليكن هو 1 بار او 14.7 بي اس اي وات ايفر. طبعا هون حتطلع الساين عندي نيجاتيف، اوكي، لانه هذا هون بوزيتيف وبوزيتيف وبوزيتيف، فهذا التيرم، هذا التيرم هيكون سالب، هذا التيرم موجب، وبالتالي بي 2 شو بدها تكون بالنسبه لبي 1؟ اقل بي 1، وهذا يعني احنا بنعرفه انه البريشر على الجبل اقل من البريشر على سطح البحر، فالساين لها معنى. اوكي، ولو كنا ناسين نحط الساين وحطيت هون زائد مثلا، بتقول لا يا عمي هاي لازم تنطرح، لازم يكون بي 1 ناقص الرقم هذا، لأنه مش معقول البريشر على سطح او على جبل عجلون اعلى من البريشر في العقبه، لانه هون احنا طلعنا في الارتفاع. طيب ف الآن assuming إنه acceleration of gravity is the same، بصير بتطلعها بصفي هون عندنا constant density للهواء، assuming إنه حرارة الهواء أو إنه density تحت الهواء بين العقب وبين عجلون is the same. طبعا these two assumptions في عليهم علامات استفهام، ف assuming بنحل المسألة. هذا بيجي واحد بقولنا طب يا جماعة الدنسيتي في الجبل للهواء تختلف عن الدنسيتي للهواء في العقبة. هلا اتذكروا انه هاي الخليج تاع العقبة، اوكي، وهاي جبل عجلون، الهواء فوقهم متصل، اوكي، وبالتالي اذا بده يكون في عندنا فروقات بشيء بكون لها علاقة في، يعني لا يقال انه هذا الفلويد اللي هون غير عن الفلويد اللي هون. بس عمي على جبل عجلون مقارنة بالعقبة temperature is not the same، وإحنا نعرف إن الدنسيتي للغازات بتعتمد بشكل قوي على temperature، وبالتالي بيجي واحد بقول لك لا يا عمي أنا بدي أطلع الدنسيتي as a function of temperature which is a function of height، فبطلع علاقة بين التمبرتشر، اوكي، وبين فرق الهايت. طبعا احنا عندنا معروف كل ما تطلع كانه 100 متر في الهواء درجه الحراره تنزل كانه درجه واحده او شيء زي هيك. شوفوها بكتب، عفوا على الشيخ جوجل، اذا في حدا فيكم سريع في البحث بطلع لنا كم درجه الحراره بتفرق بالارتفاع كل ما طلعنا كانه ناسي كانه 100 متر تنزل درجة واحدة أو ما شاكل ذلك، وبالتالي فيك تحسب
فرق درجة الحرارة بين جبل عجلون وبين العقبة. طبعا عندنا فروقات أخرى لأنه هاي جاي للشمال، الجو بيجي أبرد غير عن العقبة، في 400 كيلو أو 300 كيلو متر أفقي فرق بيناتهم. بس لو كنا مثلا أقول لكم مثال كيف بيطلع صح، في دبي على سبيل المثال، برج دبي، برج الشيخ زايد، كم ارتفاعه؟ حوالي 900 متر إشي زي هيك. جماعة اللي عندهم معلومات عامة كويسة. دكتور، نعم دكتور أنا عملت سيرش، مكتوب إنه كل ما ارتفعنا 100 متر من فوق مستوى سطح البحر بتقل درجة الحرارة 0.6. درجة سي. اوكي، انا عندنا الفهرنهايت، بدنا سي ولا فهرنهايت؟ طيب اذا 0.6 درجة سي في نفس اللوكيشن، الفرق بس بالهايت. اوكي، فبرج دبي اللي ارتفاعه على افتراض 1000 متر، هو اقل من 1000 متر، بس خلينا نفترض انه هو 1000 متر عن سطح البحر، كم درجة بده يفرق بين اللي واقف على الباب من تحت واللي على سطح البرج من فوق؟ بناء على المعلومة اللي مين اللي حكى لنا المعلومة؟ بثينة؟ لا، جمانة. اوكي، جمانة حكت 0.6 ديجري سي لكل متر، عفوا لكل 100 متر في الهواء. طيب برج دبي على افتراض انه 1000 متر، كم درجة حرارة، كم درجة سي بيفرق بين تحت وفوق؟ 6 درجات. درجات، اوه 6 درجات، معناها الواحد اللي فوق مصيف واللي تحت مسكين مشتي، يعني اللي فوق يعني مشتي واللي تحت مصيف، لانه فوق بده يكون 6 درجات اقل. يعني إذا الحرارة تحت مثلاً 30، اللي على سطح البرج بيكون 24. طيب هذا من حيث درجة الحرارة، وإذا اختلفت درجة حرارة الدنسيتي بدأت تختلف. طيب الآن إكسرسايز آخر لكم، وفي وظيفة أنا كانوا لها علاقة في هذا الحكي نعطيكم إياها بعد شوي. الأكسلريشن أوف جرافيتي قديش بيفرق على الألف متر هاي؟ هلا إحنا ما بنحس فيها، بجوز درجة الحرارة نحس فيها، بس لما تطلع على جبل عجلون هل بتحس ان انت صرت خفيف الوزن؟ ما بنحس. او اذا نزلت على الغور بتحس انك صرت ثقيل الدم، يعني ثقيل الوزن؟ اوكي، لا، بس هذا لا يعني انه اذا انا ما حسيت معناها ما صارش تغير. لا، صار تغير، بس السنسور اللي عندي اللي بيحس بالوزن هذا، اوكي، بكون not that sensitive انه يشعر بهذا الفرق. درجة الحرارة 6 درجات سي الجسم بيحس فيها. الجسم قد لا يشعر باختلاف درجة الحرارة، اذا 1 درجة سي فرق درجة الحرارة يعني بين 20 وبين 21 يمكن الجسم ما يحسش فيها، بس من 20 ل 25 الجسم بيحس فيها. طيب خلينا نتابع pressure depth relationships. اذا هاي لما عملنا الانتجريشن هذا حكي ناقشناه قبل شوي صغيره. Don't forget the P0 اللي هو atmospheric pressure above the liquid surface. طيب the liquids are incompressible وبالتالي their density is assumed to be constant، وبالتالي طلعناها خارج الـ integration. okay. هي الفكرة انه assuming انه density is constant ما بين Z1 و Z2 بتطلع لبرا. وعادة acceleration of gravity هذا انا بدي اقول لكم هو تقريبا constant. عشان تشوف constant ولا مش constant، هو عفوا قديش الفرق بين acceleration of gravity بين العقبة مثلا والبحر الميت اللي هو على ارتفاع ناقص 420 متر، وما بين جبل عجلون على 1200 متر مثلا، وما بين جبال الهيمالايز على ارتفاع 10,000 متر، لأنه هاي أعلى نقطة بالنسبة لنا على سطح الأرض. بعد هيك بدك تطير بالطيارة، على ارتفاع، على أي ارتفاع الطائرات بتطير؟ في حدا بيعرف؟ الطائرات المدنية التجارية دكتور 35,000 قدم تقريبا، من 33 ل 37,000 قدم حسب القوانين المعمول بها في المنطقة اللي الطائرة بتكون طائرة فيها. يعني بلغة الأمتار تقريبا 10,000 متر. تقريبا 10,000 متر، يعني 10 كيلومتر. يعني اذا الطائره اقتربت من قمم الهيمالايا لازم تطلع، لازم تزيد ارتفاعها والا بتضرب بالجبل.
هلا الجماعه اللي بيطيروا مثلا من هون لفرنسا او بريطانيا بمروا من فوق جبال الألب شمال ايطاليا، بحس انه الارض اقتربت منه. لا هو يعني لانه الطائره على نفس الارتفاع ماشي، صار في جبال تحتها، فبصير فرق المسافه بينها وبين الطائره بيقترب، فبيحس الواحد كانه الطياره وطيت على الارض. لا الطياره ما وطيت، الارض زاد، مش زاد ارتفاع الارض، بس اقتربت انت من مناطق مرتفعه على الارض. طيب خلينا نكمل. By using gauge pressures we can simplify or simply write إنه the pressure يساوي rho gh، وهاي the pressure وين راحت؟ هاي atmospheric pressure. إذا كان هي P1 و P2 مرتبطة بالأتموسفير، بتجيب P1 على الجهة الثانية، بتجيب على الجهة، صارت P ناقص P0، و P ناقص P0 اللي هو gauge pressure. عشان هيك كثير مرات إحنا نستخدم gauge pressures بالصناعة، لأنه that's how we read them. طيب طيب الآن هات نشوف. طيب هون في بعض simplifications للمعادلة السابقة. قلنا dpdz تساوي ناقص رو في جي، تمام؟ هذه ما فيها أي assumptions. هاي طبعا assumption الوحيد اللي عندنا إنه عندنا static fluid، إنه عندنا static fluid. طيب الآن خلينا ناخذ الحالي اللي هو البريشر، عفوا الدنسيتي از ا فانكشن اوف تمبريتشر وفانكشن اوف بريشر كمان. هذا لمين بتكون الدنسيتي فانكشن اوف بريشر اند تمبريتشر؟ غازات، للغازات. طب الان بدنا ناخذ ابسط حالي للغازات اللي هو الايديال غاز. فاذا كان عندي ايديال غاز بامكاني اكتب انه الدنسيتي تساوي البريشر في الموليكولار ويت ديفايدد باي ار دي. اكسرسايز لكم ديرايف ذس ايكويشن، انتم بتعرفوها بعضكم حافظها، انا مش حافظها، كل ما بتلزم لي بعملها ديرايفيشن هيك ربع دقيقه على جنب على ورقه على جنب بطلعها. طيب الان شو سوينا؟ خلينا دي بي دي زد زي ما هي، وحطينا محل هذه الدنسيتي الايكوفلنت تاعها، اوكي، فصارت بي بريشر في الموليكولار ويت على ار تي في الاكسلريشن اوف جرافيتي. جيب لي بريشر على الجهه هاي، جيب الدي زد على الجهه الثانيه، فبصفي دي بي دي بي او دي بي على بي يساوي هذا الانتجريشن تاع بي ام ار تي او بي ام على ار تي في جي في الدي زي. هلا اسيومينج انه الجي الاكسلريشن اوف جرافيتي از كونستانت، وانه المولكيولار ويت از كونستانت، والار طبعا هو كونستانت، واسيومينج ايسوثيرمال او كونستانت تمبريتشر، هذول الأربعة بارامترز بيطلعوا برا الانتجريشن وبيصفي عندي دي زي. بالتالي الانتجريشن تاع دي بي على بي اللي هو لين بي 2 على بي 1 بده يساوي جي ام على ار تي في فرق الهايت زي 2 ناقص زي 1. هاي المعادله اوكي، خذ الاكسبوننت تاع هذا الحكي فبيطلع بي 2 على بي 1، جيب بي 1 على الجهه الثانيه فبيطلع عندي بي 1 تساوي أو P2 عفواً pressure at point 2 يساوي pressure at point 1 ضرب الـ exponent أو اللي هو E to the power of this. شو شروط متى نستخدم المعادلة هاي؟ في جماعة بيحبوا دائماً أعطيني المعادلة النهائية اللي بدي أستعملها في حل مسألة. متى بتطبق هذا الموديل في أي مسألة؟ isothermal ideal gas. ايوه ايديال غاز، اوكي، وايسوثيرمال ما بين بوينت 1 وبوينت 2، لانه قد يكون في بوينت 3 مش ذا سيم تمبريتشر. انا بيهمني ما بين بوينت 1 وبوينت 2 اللي انا بدي اطلع البريشر او فرق البريشر بيناتهم، اوكي، بيناتهم كونستانت تمبريتشر، اوكي، والغاز نفسه نفس الموليكولار ويت، وعلى افتراض انه جي از بالفعل هي بالفعل كونستانت، وبالتالي بصير هيك معادلة بتنطبق. تذكروا انه ايديال غاز، يعني اذا كان الحديث عن البحر وبدأ اطلع فرق الضغط بين سطح البحر وبين غواصة على عمق 100 متر في البحر تحت، هاي المعادلة شو بصير فيها؟ لا تنطبق. ليش لا تنطبق؟ لانه البحر is not an ideal gas, it's a liquid. فبي كارفول بالنسبة للمودلز، اعرف الشروط اللي الموديل الرياضي بينطبق عليها. طيب واذا كان عندي مثلا نون ايديال غاز، غاز بس نون ايديال، بصير كمان هذا الموديل
we shouldn't use it. نرجع للمعادلة الأصلية ونشوف علاقة الدنسيتي بين البريشر for that specific non-ideal gas. ومنحل. ساعتها منحل بمعنى أنه بطلع عندي solution مختلف. لأنه هذا الانتجريشن لما سوينا هون الانتجريشن وهنا حطينا دي زد اوكي والبريشر هذا جبناه هون وعملنا الانتجريشن هاي لين بي 2 على بي 1 ضلت زي ما هي بس الجهه الثانيه هاي اختلفت لانه هذا الحكي طلع فانكشن اوف زد وعشان يكون مش فانكشن اوف زد كونستانت معناها الموليكولر ويت بده يكون عشان تكون هذه كونستانت اللي جوه دويره ما في تشينج على الموليكولر ويت ما في تشينج في التمبريتشر ما في تشينج في الاكسلريشن اوف جرافيتي او انه التشينج كان بي نيجلكتد طيب وفي مساله بالوظائف اللي حاعطيكم اياها الوظيفه الجاي طيب بريشر فورس اون سيرفيسز اوكي ستاتيك فلويدز كان اكزيرت اونلي بريشر فورسز on surfaces adjacent to them. هذا بالنسبة للstatic fluids. Pressure forces act normal to the surface. وهي ناقشناها سابقا. هلا for a small area, dA, the normal force due to pressure is dF تساوي pdA. اتذكر هي من وين اجت انه الفورس اصلا او pressure يساوي force على area. وبالتالي جيب الarea هون. صفت إذا الفورس تساوي البريشر ضرب الاريا فإذا أخذنا الديفرنشال كومبوننت وخذ هون ديفرنشال وأسيوم إنه البريشر is not a function of area طب صفي عندي P D A أوكي وبتعمل هنا انتجريشن عفوا انتجريشن ل DF وهي الانتجريشن للجهة الثانية if the pressure over the entire plane surface is constant على الاريا مش عم بتغير عندي طب صفي الفورس تساوي البريشر في الاريا هذا حكي اللي اصلا احنا كنا نعرفه الان هيدروستاتيك فورسز اون بلين سيرفيس اوكي كويس اوكي هلا عندنا مجموعه كيسز بدنا نطبق عليهم الفورسز على البلينز لنفترض انه في عندي هوريزونتال سيرفيس اكسبوزد تو ا غاز زي هاي هوريزونتال سيرفيس هاي بلاطه اوكي انسى السماكه تاعتها يعني مش ثيك اوكي او حتى لو ثيك يعني بس تكون يعني شيء عملي حيكون في عندي فورس من فوق وفورس من تحت بتذكر عندي غاز يعني هون غاز وهون ذا سيم غاز هلا الحديث عن ستاتيك يعني ما في عندي حركه وبالتالي بما انه ما في عندي حركه هذا البلين أو هاي السيرفيس is not moving up is not moving down معناها الفورس داون تساوي الفورس up صارت عندي static بالتالي بصير عندي البريشر هون يساوي البريشر هون اوكي فالبريشر حيكون constant everywhere من فوق ومن تحت and الفورس من فوق زي الفورس اللي من تحت فالفورس تساوي البريشر ضرب الاريا طيب هاي الفورس تساوي البريشر في الاريا دائما صحيحة على فكرة بصفي هل البريشر يعني غير الفورس بتغير البريشر assuming انه الاريا is constant طب نشوف الكيس اللي تحت هون كيس 2 horizontal surface exposed to a liquid وهي ناقشناها سابقا وان الضغط على السيرفيس السفليه هاي اوكي عندي انا فورس عندي فورس بهذا الاتجاه والبريشر حيكون رو جي اتش لها علاقه في فرق ارتفاع الليكويد هون زائد الاتموسفيريك بريشر ففي عندي انا بريشر بهذا الاتجاه وبريشر ثاني بسبب الليكويد تجمع هذا زائد هذا بيطلع عندي البريشر ات ذا بوتوم سيرفيس وهذا شفناها قبل شوي صغيره الان بدنا نغير الكيس اوكي بدنا نتطلع عند برضه هيدروستاتيك فورسز اون بلين سيرفيسز بعد كونتينيو اوكي كيس 3 حطينا بدل هوريزونتال سيرفيس فيرتيكال سيرفيس اوكي
الآن هاي الـ vertical surface بس الفلويد اللي على اليمين وعشمال هواء غاز، هواء أو غاز. الآن الـ pressure varies linearly with height، هاي إحنا نعرفها، الـ pressure يساوي rho g h، تذكر المعادلة هاي، هي المفروض P ناقص P atmosphere تساوي رو جي اتش. اوكي، فهذا الجيج بريشر، هاي بتكون جيج بريشر يساوي رو جي اتش. طيب ال however because rho of a gas is very low the dependence is very weak، بمعنى اخر الدنسيتي ما بتختلف كثير مع الهايت، يعني قديش الدنسيتي في هذا المكان للهواء تختلف عن الدنسيتي للهواء في هذا المكان. اوكي، بالتالي بتصير رو كانها not a function of h، وبالتالي بصير البريشر في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان is the same. اوكي، وبالتالي we assume that p is constant everywhere على البلين هذا. طبعا هذا الحكي غير صحيح لو كان هذا الفلويد ووتر. اوكي، خلينا نشوف اذا كان ووتر شو بصير، او ليكويد. vertical surfaces exposed to a liquid، هاي برضو هذا الفيرتيكال سيرفيس تاعتنا، في من هاي الميلي ليكويد، من هاي الميلي عندي هواء. هلا نحن بنعرف انه في حاله الهواء، في حاله الهواء الضغط هون والضغط هون والضغط هون is the same. اوكي، هلا خلينا نشوف النت فورس اون ذا جيت، هذا مثلا بوابه السد. اوكي، قديش بكون الضغط عليها، تساوي the force exerted by the water on the front of the gate، يعني الفورس من هون لهون، ناقص دي فورس ربع ساعه وشوفني. اوكي، ناقص the force exerted by the atmosphere on the back of the gate، يعني في عندنا هون فورس، مجموع الفورسز هاي وعندي مجموع الفورسز هاي، هذول الفورسز everywhere is the same، بس هذول الفورسز everywhere is not the same. الضغط هون atmospheric بهذا الاتجاه، الضغط هون الاتموسفيريك زائد الضغط المرتبط بفرق ارتفاع الليكويد. عشان هيك مثلا في السدود نعتبر كأنه هذا سد، بحطوا السد بالميل، يعني مش بالميل يعني مع النايم، لا، يكون عرضه هون أقل من عرضه في الأسفل. ليش في الأسفل بحطوا أعرض أخمل يعني أسمك؟ لأنه البريشر أعلى. لأنه تحت في عندي بريشر أعلى بده يتحمل الضغط اللي تحت. ممكن، وبالتالي طبعا هو مش مبين بالصورة اللي على الشمال عندنا هون سماكة السد من تحت، بس بتشوفوها في بعض الأفلام بكون هذا الإسمنت بالميل جاي له ميلان، بشوف الأفلام الأكشن كأنه الواحد بتسحسل سحسلي عليها. طبعا هذا باين يعني هذا الحكي صحيح، بس هي جاي بالميل صحيح. وبالتالي إذا بنطبق المعادلة الفورس of the water acting على السد، أوكي، المعادلة الأصلية البريشر في الدي اي، أوكي، بتعمل الانتجريشن، بدل البريشر هذا بتحط رو جي اتش زائد البي زيرو اللي هي الاتموسفيريك بريشر، عوض يعني، فمنعوض هذا الحكي، هذا الحكي بنعوضه محل هاي، فبطلع هياته ودي اي بعد زي ما هي. هلا الدي اي، اوكي، طبعا بي اتموسفير في الدي اي الاريا از كونستانت بالنسبه، يعني معنى اخر بي اتموسفير which is constant بدك تضربها في الاريا وبتطلع لحالها. وعندنا هون رو جي ضرب اتش في دبليو في دي اتش. اوكي، هلا لانه ال اتش بدها تختلف، يعني الـ يعني بدل ال A حطينا ال بدل ال A حطينا شو بسموها H W وهاي D،
هلا بدكم تراجعوا الكالكولاس تاعكم وتشوفوا انه كانه هاي تساوي اتش دي دبليو زائد دبليو دي اتش. ناسي الرياضيات بس بالاخير بده يطلع معي اتش اتش دبليو في الدي اتش. ف اتش في دبليو الدبليو بتطلع لبرا هي طلعت لبرا وصفي اتش دي اتش اللي هي اتش سكوير تقسيم 2 وهي الترم الاولاني. وبالتالي بصير النت فورس النت فورس الفورس تاعت الووتر ناقص الفورس تاعت الهواء. الفورس تاعت الووتر اللي هي الاتموسفيريك بريشر في الاريا زائد الترم الثاني هذا ناقص الفورس تاعت الهواء اللي من الجهه الثانيه للسد which is that parameter. لاحظوا هذا بكنسل هذا وبالتالي بصير عندي النت فورس اكتنج على السد اوكي الدنسيتي للووتر اللي هو السد ما وراء السد في الاكسلريشن وجرافيتي في الويد تاع السد اوكي في وين انت في السد اوكي والتوتال هايت للسد هذا النت فورس. النت فورس هلا اذا بتعرف النت فورس على ارتفاع معين بتحط بدل الكابيتال اتش اللي هو الارتفاع السد الكامل مثلا على نص الارتفاع بتحط نص الارتفاع بتشوف شو النت فورس اكتنج على السد في المنطقه المتوسطه او في اسفل السد الى اخره. هون تيجي الاساينمنت الرقم 2 رقم 2 ولا رقم 3 هاي رقم 2 بالنسبه لكم chapter 2 problems 2.1 2.6 و10 و15 و19 وبتجيبوها يوم الاربعاء القادم one week from today. بحط لكم اياها كمان على الإيليرنج. ننتقل في البحث الان الى ما يسمى البريشر فيسلز اند بايبنج. In practice three different types of storage vessels are known. هاي بعض الصور اللي امامنا طبعا في غيرهم هذول مش الوحيدات يعني بس هذول المناظر هاي مناظر صناعيه. فمثلا عندنا المنظر الطبيعي للخزانات الضخمه بيجي اسطواني الشكل بيختلفوا في شكل القاعده تاعته هل هي مستقيمه مستويه ولا لها شكل والطربوش تاعه العلوي سقفه هل هو زي هيك مثلا جزء من كره ولا كون ولا فلات ولا وات. الشكل الثاني اللي بنشوفه احيانا اللي هو الشكل الكروي اللي هو السفيريكال هذا بنسميه فيرتيكال سلندر وذ فلات بوتوم. بس ذكرت ان البوتوم ليس بالضروره يكون فلات بس على الاغلب يكون فلات. وفي عندنا الشكل الثالث اللي هو الهوريزونتال سلندرز وذ هيمسفيريكال اند. هاي الاند بتكون قد تكون هيمسفير قد تكون شغله بنسميها توري سفيريكال هيد قد تكون الليبسويد الهيد يعني ليس بالضروره فقط هيمسفير بس الفكره المجتمعه بينهم يكون افقي. وممكن هذا نفسه يكون عمودي يعني يقلبه بشكل عمودي ساعتها بصير بده قاعده يركب عليها بحيث انه ما يميل يمين وشمال لانه هذا بيكون كيرفد. فاذا كان كيرفد كيف بدك توقفه. هلا choice between different vessels is based on economics which is mainly driven by the necessity to resist pressure. هلا انتم بتعرفوا انه اكثر شيء بتحمل ضغط اي واحد بين هذول الثلاثه نظريا نظريا لو بحب يحكي سفيريكال نظريا هذا السفيريكال نظريا. ليش بحكي نظريا؟ لانه عمليا هذا التانك بسبب حجمه الكبير ما بتحمل ضغط زي ما هذا بتحمل. هذا بيجي حجم اصغر اوكي وبالتالي الكره بالحجم الكبير اذا بجيب هذا الشكل بنفس الحجم تاع الكره لا الكره بتتحمل اكثر. طبعا فور ذا سيم وول ثيكنس احنا عاده بنتعامل مع الضغط عن طريق زياده سماكه الوول او الجدار تاع الفيسل. فكل ما زدنا الضغط بنضطر نستخدم سماكه جدار اعلى وهذا ميكس سنس. هذا الحكي تفصيله بتاخذوه عفوا في ماده الايكوبمنت ديزاين اللي هو متى بنستخدم كل شكل من هاي الاشكال. بس يعني هون عم نفتح الموضوع هذا
لأنه في بالكتاب بتعامل مع حسابات سريعة للوول تيكنس. ليش بحكي سريعة؟ لأنه هاي الحسابات في إلها يعني تصحيحات، أوكي، تصحيحات بتاخذوها في مادة الإكوبمنت ديزاين. هلا مبدئيا الوول تيكنس كالكوليشنز بتتم بالشكل التالي. إذا كان عندي سيلندريكال تانك، سيلندريكال تانك زي أي واحد من هذول الثلاثة، شمال وسط يمين، يسار يمين، وش اسمه؟ ديروا بالكم اليسار واليمين، الشمال واليمين، اللي على اليمين وعلى اليسار نفس الشيء، both are cylindrical. الفرق بينهم واحد افقي والثاني عمودي. هذا الفرق الجوهري الاولاني. يعني في فروق لها علاقه في الطربوش، لانه هذا حكى لنا انه flat bottom، هون حكى انه hemispherical heads. بس forget this at this time. اوكي، الفكره انه both are cylindrical. طيب، فاذا كان عندي cylindrical tank، المعادله العامه لحساب الوول ثيكنس دي هي الوول ثيكنس. بدك البريشر بجيج بريشر يونتس، يعني بدك تحط الجيج بريشر اللي بيكون جوا التانك، ضرب الديامتر اوف ذا تانك، تقسيم نص او تقسيم اثنين عفوا، ضرب سيجما تنسايل. لا انتوا اخذتوا ماتيريال ساينس ولا لسه؟ لسه لا ما اخذناه لسه. فبالتالي هاي صعب تفهموها حاليا. It's a design tensile stress of the wall. Of the wall يعني للماتيريال of construction للوول. فبدأ حديد، إذا كان حديد بصير بدك شغلة منسميها التنسايل ستريس للحديد. هلا التنسايل ستريس للحديد، والتنسايل ستريس للنحاس، والتنسايل ستريس للألمنيوم والزجاج إلى آخره، هي property للماتيريال of construction. فبتعتمد على الماتيريال of construction، and for that specific material of construction بتعتمد كمان على درجة الحرارة. فبالتالي هاي عبارة عن property وبتقرأ من جداول، زيها زي density، أوكي، زيها زي viscosity، تقرأ من جداول وبتعتمد على الماتيريال. أكيد زي ما density والviscosity بتعتمد على الماتيريال، وبتعتمد على temperature مثلها مثل density والviscosity، ما بتعتمدوا أو ما بيعتمدوا على temperature. الآن spherical tanks، أوكي، لاحظوا نفس المعادلة، اللهم بدل اثنين بصير أربعة. شو بترتب عليها من حيث wall thickness الvalue تاعته؟ دكتور رح تتضعف كقيمة يعني، أو مين أكبر؟ spherical for the same conditions pressure ونفس الديامتر ونفس الماتيريال construction، مين بده thickness أكبر؟ cylindrical. هذولا constant، هذولا constant، هذولا تقسيم اثنين ولا هذول تقسيم أربعة؟ مين بعطيني رقم أكبر؟ تقسيم اثنين. وبالتالي الثيكنس للسلندر for the same pressure diameter material construction بده يكون أسمك twice. يعكسها، for the same pressure diameter and material construction، إذا بعمل التانك spherical بصير يعني بدي نص الوول ثيكنس. هلا نص الوول ثيكنس معناها بيستهلك كميه حديد اقل، اوكي، كميه حديد بتكون اقل كونه الثيكنس بده يقل. ومع هذا ما بنشوف السفيريكال تانكس هي الشائعه صناعيا، الشائع صناعيا هو هذول. طب كيف ما هذا بده ثيكنس اعلى من هذا؟ ما هو الحجم بالعادة بيكون صغير مش كبير. ما احنا افترضنا انه نفس الديامتر، طبعا الحجم هيختلف شوي صغير، السلندر حجمه غير الكرة، good point. اوكي، بس في كمان شغلة ما بتعرفوها انت، فخليني احكي لكم اياها لانه ما ضلش معنا وقت. تصنيع هذا التانك اسهل بكثير جدا من تصنيع هذا التانك. كيف بيصنعوا السلندر؟ سلندر صغير، كيف بيصنعوا؟ لانه بطويل، يكون عندك شيت وبتطويها. هاي لما بطويها شو بتصير؟ سيلندر. ومحل ما بتلتقي مع النهاية هاي بتلحمها، بتلحم هون صار عندك سيلندر. طيب والسفير،
إذا بتطلعوا على الصورة هاي، إذا هاي منكبرها صعب إني أكبرها هون، بس ما هيك منكبرها. شو شايفين؟ شايفين البليتس كيف هون؟ ما فينيش طبعا أعلم لكم الأحمر. هون نفس البليت هون عريضة، هون قليلة عرض، والطعجي هون تختلف، يعني معنى آخر التصنيع تاعها مش سيمبل. التصنيع تاعها مش سيمبل، زي ما بدك تكون عندك بطيخة وتقعد تقصقص فيها، بيطلع عند النقطة التقاء الأوتاق أو المقاطع هون نقطة، بتصير تعرض تعرض لما توصل للنص، بعدين تبدأ تتناقص لحديث ما تصير عندك نقطة التقاء في الجهة الثانية، وبالتالي التصنيع تاعه بكلف أكثر. طيب نتوقف عند هاي النقطة. المحاضرة الجاية نتحدث على موضوع البوينسي. أي سؤال قبل ما ننهي؟ طيب تنسوش الوظيفة، يعطيكم العافية. الوظيفة من الكتاب المقرر عندكم اللي هو الطبعة الثالثة، تأكد إذا أنت عندك طبعة ثانية بتقرأ فيها، الوظيفة من الطبعة الثالثة. يعطيكم العافية، السلام عليكم.